السلام عليكم، مرحبا بالناس اللهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللهم انا اقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على الجزائر تتجه للانسحاب من المشاركه في كاس امم افريقيا المقبله. عرفتوا كيفاش؟ يعني رغم انه مازال ما بدات التصفيات، كاس افريقيا المحليين، كاس افريقيا المحليين، وين تستعد الاتحاديه الجزائريه لكره القدم الفار لاقدام على خطوه مفاجئه بشان مشاركه المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات منافسه كاس امم افريقيا للاعبين المحليين في 2024. يعني بسبب يعني البطوله، بسبب بزاف صوالح، كاين بزاف اسباب للاتحاديه تشوفها وتشوف يعني مراعاه يعني للاعبين المحليين والانديه الجزائريه. هذه هي. ويخطط الاتحاد الجزائري للعبه الفار للانسحاب من المشاركه في النسخه الثامنه لنهائيات منافسه كاس امم افريقيا بحسب ما نقله الموقع، يعني واكد الموقع ذاته ان المصادر من الاتحاد الجزائري فضل عدم ذكر، يعني وين اكد في تسريباته ان الرئيس وليد صادي غير متحمس للمشاركه المنتخب الجزائري في منافسه الشان المقبله. ومن الاسباب التي ترجح انسحاب الخوض من المشاركه في العرس القاري المقبل هو ضيق، يعني ضيق الوقت وتنظيم المنافسه في وقت قد يؤثر على سير برنامج البطوله الجزائريه. صح، شوفوا يعني لا تخرجوا ما تخرجوش، على المغرب ما جاش يلعب، تونس ما جاتش لعبت، مصر ما جاتش لعبت، يعني ماهيش مشكله يقدموا مضروب ما نلعبش، ما شاركش في التصفيات، ماشي نشارك ومن بعد ما لا ما شاركش نورمال. هذه هي، ماهيش قضيه وطنيه، خاطر كاين ناس موجودين كيفاه منا، وهذا فشل، كان لا فشل لا والو، كان لا فشل لا والو، ما شاركوش نورمال، ما شاركوش نورمال. وهذه ماهيش شاركنا هنايا وما ديناها شي نورمال، خسرنا اموال كبار وما ربحنا والو، خسرنا الدوله، خسرت اموال كبار والناس سرقت اموال كذلك من هذه الحفله هذه اللي داروها، يعني وما درنا والو، ما دينا والو. يعني ويصر الاتحاد الجزائري للموسم الكروي الحالي مقرر ان وين انطلق يوم امس، يعني وين امس الخميس، يعني بين الصيف والبيض، على تفادي تاجيل مباريات على عكس ما كان يحدث في الموسم في المواسم السابقه. ويرى صادي ان فتره تنظيم الشان امر سيؤثر على استعدادات المنتخب الوطني الجزائري الاول المقبل على تحديين كبيرين وهما بلوغ كان المغرب واقتطاع تأشيرة المشاركة في مونديال 2026. ويصر رئيس الفاف على وضع المدرب فلاديمير وأشباله في أفضل ظروف شهر مارس المقبل من أجل تحقيق انتصار على منتخبي بوتسوانا والموزمبيق في تصفيات كأس العالم. وفي حال حقق المنتخب الجزائري الفوز على بوتسوانا والموزمبيق سيضع قدما في النهائي، يعني نهائيات منافسة كأس العالم المقبلة عام 2026، والمقرر أن تحتضنها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. ووفق لمصادر يعني من مرجح جدا أن تبلغ الفاف ناظرتها الكاف بقرار عدم المشاركة في أجل لن يتعدى يوم الأحد المقبل. ترى يعني وتريد الاتحاد الجزائري من خلال الخطوه السابقه يعني السبق يعني ذكرها تجنب تعرضي لعقوبه من قبل الاتحاد الافريقي للعبه وتفادي وقوع في سيناريو الاتحاد التونسي. وكانت الاتحاديه التونسيه لكره القدم قد قررت انسحاب يعني كتيبه نصور قرطاج من نهائيات شان الجزائر قبل ايام قليله جدا من انطلاق المعترك القاري في وقتها. وعن احتمال قرار الفاف بالمشاركة بمنتخب أقل من 20 سنة، استبعدت مصادر يعني حدوث ذلك لعدم جاهزية ذلك المنتخب لخوض مثل هذه تلك التحديات القارية. يروحوا يشاركوا يخرجوا متبهدلين، لا ما يشاركوش نورمال وصحيح. وكان الاتحاد القاري لكرة القدم قد أعلن الأسبوع الحالي تنظيم الشان بكل من تنزانيا، كينيا، وأوغندا ما بين فاتح وإلى غاية 28 من شهر فبراير من سنة 2025.
يا ودي شوف راه نقول لك انا دروك المنتخب دروك تاع هذو تاع الايفا شت تاع السينيغال برك اللي داروا مستويات كبيره بصح مع اخت اخرين ما داروا والو يعني ما نشوفوش باللي غادي تكون مجبره كما يقول لك اتحاديه باش تلعب يعني لا تلعب ولا لا كاش منها فريق محلي ونشوفوا بلي كاين فريق محلي بصح شتي لا كاين تحديات كاين تحديات كبار خويا هذه كاين تحديات كبار لا بالخف قال لك المنتخب الجزائري يشارك رسميا في الشان مازال ما بان والو يدرسوا يشوفوا العوامل عوامل تساعدهم ما تساعدهمش ماشي غير هكا ودمر عمرو ما هو معزوي كيما بكري ولا هاد المرة هي تجيب تعيط لفلان عيط لفلان هي بارادو تاعي ديرو منها تشوف 15 جوار هيا وديرو في النهار جوار اللي كيف شعل تلبد شعل تلبد عليه 60 مليون ولا 30 مليون للجوار شعل يقعدو هاي هاد المرة هاد تشد راهم الناس كانت كيما هكا المشاركات كانوا كيما هكا هذه هي المهم الناس يخدم الحمد لله يا ربي او كل شيء يجي في وقته اللي باه ينبح يقعد ينبح باه تنبح يقعد تنبح هذه هي تاكل روحك وتاكل بروحك كاش مشكل اللي بياكل روحو يقعد ياكل بروحو يدير الحار ديروا الحار بعضكم بعض هذي ما التالي قاع ايوا ما طلقتو والو ولا يا ما طلقتو والو ها بزاف عليكم اولا ما يلعبوش ما يشاركوش نورمال وين راه مشكل يعني اتحاد سؤالك شوف وين تا يلعبو التصفيات وين تا يلعبو شحال باقي هذوك تا منتخب وطني منتخب وطني غادي يلعب شوف في لافريك غادي يلعبو كاليفيكاسيو كوب دافريك اوكتوبر لا داخل الشهر هذا ويزيدو نوفمبر ومن بعد يروحو يلعبو شا يلعبو نهائي يلعبو التصفيات كي يلعبو كي يلعبو من بعد يروحو يدخلو بالبرومي يعني برومي فيفري حتى الفاتويت فيفري وكاين كاين انديه كاين انديه اللي ما ترفض تقول انا ما نلعبش انا بيت اجل انا ما غاديش نلعب تقول انا ما نلعبش هاي تقول انا ما نلعبش بيت ترفض هاي ما نلعبش انا هاي تربح هاي ما على بالي شيء بيت ترفض سبحان الله اهلكم من جديد والله هذي تاع الأخرى هذي ولا ربحوا ولا ولا ربحين ولا عمي ليفربول هاي لوبتهم ولا عمي أبلتهم هادي دور صح نشوف شوية ملخصات نشوف الله يبارك حنا مع قرار اي قرار ديرو الاتحاديه والدوله توافق عليه اي ما قال لك نشاركوا ما نشاركوش مشكل حنا مع قرار تاع الاتحاد الجزائري مثال ماشي كيما نهار اللي صادي دوله من الفوكيه كلش دوله يقول لك صادي يقول لك قال لك يا ودي ماشي صاي ما ننظموا حتى دوره سحب الملفات يخرج لك مسيلمه كذاب قال لهم صادي سمح للمغرب باش تدي كوب دافريك باش هو يعطوه منصب ولا عمي الكذبة ولا عمي الكذب اللي تكذبة قال لهم انا صححت الكتاب تاع المناظرة تاع الرياضيات لهم عشتي كذابة ولا عمي طب يسمك اينشتاين ديك خطرة قال لهم انايا راه خور يهدر معايا
فلاديمير المدرب يسمع لي ونهضر يسمع هضرتي نورمال عادي اخويا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد، واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.